سعاد حسين. من منا لا يذكر فردوس أم مناخير طويلة، زوجة أبو الفضل في يوميات ونيس. سعاد حسين خفيفة الظل والروح، كوميديانة درجة أولى، لذا أخذ المسرح النصيب الأكبر من مشوارها الفني، حيث تألقت مع عادل خيري في 30 يوم في السجن، حسن ومرقص وكوهين وإلا خمسة. ثم انتقلت إلى العديد من الفرق مثل فرقة علي الكسار ونجيب الريحاني، والتي ظلت بها لمدة 17 عاما، مثلت خلالها أكثر من 35 مسرحية. أول ظهورها كان مع يوسف وهبي في 17 عمرها، اكتشفها سينمائيا المخرج كمال سليم، فكانت بدايتها في فيلم البؤساء مع أمينة رزق عام 1943. أشهر أفلامها مع فؤاد المهندس فيلمي أخطر رجل في العالم وعودة أخطر رجل في العالم. سعاد حسين هي والدة الفنانة سماح أنور، وهي من مواليد الأسكندرية في 10 أكتوبر 1926. تزوجت من السيناريست أنور عبد الله، ثم كونت معه فرقة مسرح الفكاهة وعملت في مسرحياته منها قانون الحب والبنات والثعلب والفضيحة. عملت في التلفزيون البركان، فات على بابي، وكان أبرزها مسلسل يوميات ونيس مع الفنان محمد صبحي، ومسلسل رفاعة الطهطاوي في دور الملكة نزلي، وآخر أعمالها الأصدقاء مع صلاح السعدني. لترحل عنا في يوم 27 يونيو عام 2008 عن عمر ناهز 81 عاما. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.